باش تقول ليهاش شنو التفاصيل ديالها. اما الوصل الركين لا يعقل ان تستقبل زعيم الفلسطيني بهذه الطريقه. الان كان منتظر من اسبانيا ان تلملم هذا الموقف وان تجيب عليه بما يحفظ متانه العلاقات بين البلدين الشقيقين. لم تفعل ذلك، ولهذا قد نفهم جيدا الخطوه التي اقدمت عليها المملكه المغربيه باستدعاء سفيرتها من اسبانيا. لا يمكن للمغرب الذي يلعب دور اساسي في موضوع الهجره، في موضوع الامن الاقليمي، في اسبانيا اليوم هي الشريك الاول لبلادنا، لا يمكن ان تبقى هذه الامور هكذا، ولكن بشرط اساسي اعتقد، وهذا الذي نظنه في حزب العداله والتنميه، انه اسبانيا عليها ان تراجع موقفها من قضيه الوحده الترابيه للمملكه، وهي تعلم وقد عاشت الازمات ديال الانفصال داخل اسبانيا، وطبعا المغرب لم يتدخل لا في ازمه كاتالونيا ولا في ازمه اقليم باسك، ويحترم الوحده الترابيه للمملكه الاسبانيه.